عوامل عدة قد تشكل تحديا أمام الدولة رغم البرامج والخطط الاستراتيجية لدعم وترقية النظام الصحي التشادي، منها التغيرات والتحولات المتمثلة في الأوبئة والأمراض الحديثة سريعة الانتشار. هذا اللقاء التنويري الذي ترأسه وزير الصحة عبد المجيد عبد الرحيم محمد يهدف إلى إبراز آخر التطورات الصحية والاستراتيجيات الموضوعة بشأن مناهضة كل ما يهدد حياة الإنسان ومساعي الوزارة إلى تحقيق الجودة الصحية المتكاملة. تقارير متنوعة شملت جهود الوزارة مع شركائها في دعم القطاع الصحي، وأثبت وزير الصحة العامة أن كوفيد-19 والتغيرات المناخية وقضايا اللاجئين كلها تحديات تواجهها الدولة، فضلا عن الحاجة إلى موارد بشرية. وأثنى على عمل رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو على دعم وتطوير القطاع الصحي. هناك 4 مواضيع رئيسية تم عرضها. الأول ركز على جهود الوزارة في محاربة سوء التغذية، ووضح أن 43% من وفيات الأطفال في تشاد ترتبط بنقص التغذية، وتقدر التكاليف السنوية المرتبطة بنقص التغذية لدى الأطفال بنحو 575 مليار فرنك سيفا. أما العرض الثاني والثالث فقد تطرق إلى مساعي الدولة في محاربة وفيات الأمهات والأمراض المعدية وغير المعدية، وكذا حملات التطعيم والعوائق التي تحول دون تحقيق بعض الأهداف. وفيما يتعلق بمرض جدري القردة فإنه تم إنشاء لجنة مخصصة لرصد التدخلات في الحالات المشتبه فيها، وتعمل على التطوير وتوزيع النشرات الصحفية على أصحاب المصلحة في مجال الصحة والسكان، فضلا عن وضع خطة الاستعداد والاستجابة. وفي العرض النهائي الذي قدمه العميد العام لوزارة الصحة دبسو جيدوسو تطرق إلى البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية وخطة التنمية الوطنية 2024. الفرصة التالية كانت للصحفيين، حيث طرحوا من خلالها مجموعة من الأسئلة تتعلق ببعض الإجراءات المتخذة للاستجابة الصحية ووصول الصحفيين إلى المعلومات الصحية. وأكد الوزير أن جهود الوزارة متواصلة طالبا التكاتف والعمل مع الصحفيين والسلطات التقليدية من أجل توعية المجتمع.